بص، هو قفص الفاكهه اللي بيدرب الاهلي انا شفت له مواقف هبديه كتيره جدا، بس اكتر موقف هبدي بصراحه خنقني جدا وعصبني فكره انك تكمل مباراه بحمدي فتحي مساك دي. بصراحه ده موقف هبدي عالمي جدا، يعني حمدي فتحي حته ان هو مساك دي بسم الله ما شاء الله سجل لك هدف واستفدت منه من الكوره الثابته، بس بسم الله ما شاء الله كان هلبسك 3 اهداف واتطرد في الاخر وانت برضه مكمل بيه مساك عادي والحياه بالنسبه لك لذيذه وحلوه قوي. طيب جبت هدف ربنا كرمك، نازل ياسر ابراهيم وحرك حمدي فتحي او غير حمدي فتحي، مش قادر تتخلى عن السوليه ولا قادر تتخلى عن الي وديانج، حرك حمدي فتحي وديه في اي حته، بس انك تكمل بيه مساك لا انا ما شفتهاش قبل كده. فلما حمدي فتحي يطرد النهارده ده بسببك انت كمدير فني، سيبك من ان انت ملط وان انت بتبدا الماتشات ب 4 4 2 ولما تتزنق تيجي قلبها 4 2 3 1 بترمي قفشه طرف ومحدش فاهم انت ليه بترمي قفشه طرف. بيرسيتاو ميزته الوحيده النهارده انه سخن حسين الشحات شويه، نحرر حسين الشحات، حسسه ان انت دكه دلوقتي لازم تدوس على نفسك عشان خاطر تبقى كويس وعشان خاطر ترجع مكانك تاني. تخيل راجل افضل واحد عندي في الفرقه اكرم توفيق اللي هو مش باك يمين اساسا، يعني اكرم مش باك يمين وهو بيقدم واحده من اجمل الاداء ومن اجمل الماتشات الفتره الاخيره مع الاهلي. اكرم توفيق عامل حاله لوحده، خط نص الاهلي وخط هجوم الاهلي النهارده شوط اول في مرقعه زياده، في دلع زياده، في استهتار زياده، في قله فرص، في حاجات كتيره جدا بتقول ان في عك كتير، مش نفس 3 4 3 اللي العب بيها قدام الزمالك العب بيها قدام البنك الاهلي والعب بيها النهارده قدام المقاولين بنفس الافراد. وفي الاخر اقول عليه ان هو تكتيكال عالي، اللي هو ازاي يا باشا اساس، ازاي ده مدير فني تكتيكي عالي، ازاي يا باشا اقنعني انت ككوره، سيبك من حوار كان هو خد 2 افريقيا وان هو كسب الزمالك 5 وكل الكلام الهبدي ده، اتكلم معايا ككوره، قول لي الراجل ده بيلعب النهارده 4-4-2 او مثلا 3-5-2، 3-5-2 دي لما فشل الشوط الاول قرر ان هو يغيرها 4-2-3-1. السنه اللي فاتت لو انت متابع معانا موسيماني كان كل ماتش الدور الاول بيبداوا ب 4-4-2 والشوط الثاني بيقلب 4-2-3-1، وقتها قفشه كنت بتلاقيه، انما انت بتبدا بقفشه كطرف انت بتقتل قفشه، بس عادي مفيش اي مشكله. ليه بقى في شويه ناس تطلع تطبل لك بعد الماتش، هتقول لك ان الحكم ظلمنا والحكم كان عايز يحسب علينا ضربه جزاء، واصل لعيبه المقاولين كانوا واخدين الماتش حرب، واصل مش عارف ايه، واصل واصل واصل. عمرهم ما يقول لك ان ده مدير فني على قده، وان ده مدير فني ما بيعرفش يغير، وان ده مدير فني لما فكر ان هو يقلب طريقه اللعب ساب لك حمدي فتحي مساك، ساب لك مشكله كبيره جدا في خط دفاعك. حمدي طلع سجل لك كره ثابته، بس حمدي كانت سبب لك في كوارث زي ما احنا ما اتكلمنا. يا جماعه مشاركه الاهلي مع هذا الموسيماني وفي هذه الحقبه الموضوع متعب جدا، انت عندك عناصر فرديه 10 على 10 انما كجماعيا وكشغل جوه الملعب مفيش، كلها على الله. تبقى قاعد في ماتش زي ماتش المقاولين النهارده تخلص 2 و3 و4، لا احنا قاعدين لحد الدقيقه 96 خايفين لا نتعادل، لا لا موضوع صعب 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 ان انت تتكلم مع اي حد في الفتره الحاليه من جمهور الاهلي الجديد ده والناس اللي احنا لسه بنتعامل معاها جديد اول مره ان انت تقعد تقنعه ان اللي بيحصل ده حاجه متعبه ومرهقه نفسيا ليك كاهلاوي، بس عادي هو مستمر ومكمل في اللي هو بيتكلم فيه وهيقول لك ان محمد شريف مجهد وقفشه مجهد وحسام حسن عادي ان هو يكون بيلعب دقيقتين بس عادي مفيش اي مشكله، وان احمد عبد القادر ده يقعد دكه في حين انك بتعك وتلعب 4 4 2 وتلعب 3 5 2 وتلعب ناس اطراف مش اطراف. عادي كله عادي، ليه بقى؟ السوشيال ميديا اللي بتحركهم يا باشا وهم ماشيين وهم ماشيين اساسا، وفعلا مش عايز اقول كلام اساسا الواحد يندم عليه، بس خلاص نقفل الفيديو لحد هنا، ولو عجبك خير وبركه، ما عجبكش براحتك سير مع القطعان اينما شئت.